طيب النهارده يا شباب ان شاء الله الموضوع اللي هنتكلم عليه هو موضوع النك، هنقسمه على 3 ساعات. عندنا محاضرة النهارده ومحاضرة بكره وده بعد بكره ان شاء الله. بارت 1 هنبدأ النهارده. اول حاجة عايزين نبص في الصورة دي، هنعمل كده اورينتيشن سريع، نعرف الحاجات المهمة اللي تهمنا في النك واحنا بنتكلم، اللي هو الايه اللاند ماركس المهمة او العلامات المهمة في النك. هبدأ من هنا الاول، اللي انا بشاور عليها دي جزء من السكال اسمه الماستويد بروسيس. دي الماستويد بروسيس، قدامها شوكه نازله اسمها ستايلويد بروسيس، اللي هي دي الستايلويد بروسيس. نطلع قدام هنا عندنا الماندبل، انت خدتوا الماندبل خلاص. المنطقه اللي انا بشاور عليها دي او الزاويه دي بسميها انجل اوف ذا ماندبل، يبقى دي الانجل اوف ذا ماندبل. هاجي هنا هرسم خط، الخط المنقط اللي انا راسمه ده مش موجود في الحقيقة، ده imaginary line، خط تخيلي بيربط الماستويد بروسيس التيب اوف ماستويد بروسيس بالانجل اوف ماندبل، يبقى ده الخط اللي بيوصلني. طيب الخط اللي انا بشاور عليه دوت من ورا ده اللي هو الباك اوف ذا نيك، او خط المنتصف بتاع الباك اوف ذا نيك. تمام، طيب يبقى ده خط المنتصف بتاع الباك اوف ذا نيك. نطلع قدام الخط اللي انا بشاور عليه اللي لونه ازرق دوت، ده خط المنتصف بتاع الفرونت اوف ذا نيك. الخط ده بسميه anterior median plane of the neck، دي التسميه بتاعته. طيب هدخل جوه النك نفسها، هلاقي باللون الاخضر هنا عظمه. طبعا العظمه ديت انا ملونها اخضر لكن هي في الحقيقه لونها يعني مايل للبني. العظمه دي بسميها هايويد بون، المفروض انتوا خدتوها برضو، يبقى دي الهايويد بون. هنزل تحت الهايويد بون الاقي الاستراكشر اللي متلون بالاخضر ده. في الحقيقه الاستراكشر ده لونه ابيض، ده عباره عن كارتليج او غضروف. الغضروف ده اسمه ثايرويد كارتليج. الثايرويد كارتليج دوت جزء من اجزاء الحنجره، جزء من اجزاء اللارينكس. الجزء دوت هو اللي بيبقى بارز في الرجاله اكتر من الستات وبنسميه تفاحه ادم. تفاحه ادم الاسم العلمي بتاعه ثايرويد كارتليج. في نص الثايرويد كارتليج كده هو هنلاقي فيه خط ابيض مايل. الخط المايل ده يهمنا قوي، ركزوا فيه. الخط ده اسمه اوبليك لاين، التسميه بتاعته سهله جدا على شكله، هو خط مايل يبقى اسمه اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج. هنزل تحت الثايرويد كارتليج هلاقي فيه هنا غضروف تاني انا ملونه برضو بالاخضر بس هو في الحقيقه ابيض. الغضروف ده برضو من الغضاريف بتاعه الحنجره، اسم الغضروف ده كيريكويد كارتليج. كيريكويد كارتليج. انزل تحت الكيريكويد كارتليج، المنطقه الفاضيه دي طبعا في الحقيقه مش فاضيه، المنطقه دي بيبقى فيها القصبه الهوائيه بتبتدي من هنا وتكمل لتحت اللي هي التراكيه، يبقى دوت السايت اوف تراكيا. انزل تحت هلاقي عظمه، ها بعد ما اخلص النك هلاقي عظمه بتبتدي وهتكمل تحت على الثوركس. العظمه دي اللي بسميها الاسترنم، يبقى دوت الاسترنم. هتلاقي هنا عظمه ثانيه ماشيه بالعرض اهي، العظمه دي عامله ارتكيوليشن مع الاسترنم اللي هي الكلافيكل، دي عظمه الكلافيكل. هتلاقوا هنا في جوينت ما بين الكلافيكل والاسترنم، المنطقة اللي بيتقابلوا فيها مع بعض. اسم الجوينت ده ايه؟ على اسم العظمتين اللي هو ما بينهم، يبقى اسم الجوينت دوت استرنو كلافيكولار جوينت. استرنو كلافيكولار جوينت. تمام؟ ادي أول سلايد عندنا بناخد فيها اورينتيشن عن العلامات اللي هنستخدمها في المحاضرة. في مشكلة في السلايد دي قبل ما انقل اللي بعدها؟ حد عنده استفهام؟ طيب. تمام. هنجيب بعد كده السلايد الثانية. أول أوبجيكتيف عندنا في المحاضرة، أوبجيكتيف هيطول معانا شوية. رغم إن الأوبجيكتيف ده عبارة عن عضلة أو ماسل اسمها ستيرنو ماستويد ماسل، لكن إحنا مطلوب مننا فيها تفاصيل كتيرة شوية، فهتاخد مننا شوية وقت. إيه بقى ستيرنو ماستويد ماسل دي؟ بصوا قبل ما أتكلم عن الستيرنو ماستويد ماسل اللي هي الماسل اللي قدامنا دي، انتوا فاهمين طبعا دلوقتي ان اي عضله انا بتكلم فيها عن الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن، دي الاساسيات.
وفهمتوا معانا ان الاوريجن والانسرشن في النظري مش عليكم، فانا بركز اكتر على النيرف سبلاي وعلى الاكشن. طيب جميل، يبقى دي النقط الاساسيه اللي هنقولها في الاسترنوماستويد زيها زي اي عضله. لكن الاسترنوماستويد مطلوب فيها حاجتين كمان في الاوبجيكتيف، هم دول اللي هياخدوا مننا شويه وقت. الحاجه الاولانيه مطلوب مننا الريليشنز بتاعتها، ريليشنز اوف استرنوماستويد. يعني ايه ريليشنز؟ يعني ايه الحاجات اللي موجوده فوق الاسترنوماستويد؟ يعني انا اول ما افتح الجلد اشيل الجلد، مطلوب اني اشيل كام حاجه عشان اعرف اشوف الاسترنوماستويد. دي بسميها سوبرفيشال ريليشنز، الحاجات اللي فوقيها. وبرضه مطلوب مني ديب ريليشنز، يعني ايه الحاجات اللي مستخبيه تحت الاسترنوماستويد. يبقى دي نقطه اضافيه في الاسترنوماستويد وهي الريليشنز. النقطه الثانيه حاجه اسمها كلينيكال امبورتنس. ايه الكلينيكال امبورتنس اوف استرنوماستويد؟ الكلينيكال امبورتنس بتاعتها ثلاث نقط هنقولهم واحنا ماشيين. طيب اول حاجه في الاسترنوماستويد هقول لكم في الصوره دي الاوريجين والانسرشن، مش للنظري، قلنا مش مطلوبه في النظري، لكن عشان انتوا تفهموا الاكشن بتاعها بيجي ازاي. بص كده معايا، المصل دي بتبدا من هنا، بتبدا من تحت وتطلع على فوق، يعني اتجاه الفايبرز بتاعتها بادئه من تحت وطالعه لفوق. يبقى البدايه اللي تحت دي هي الاوريجين، والنهايه اللي فوق دي هي الانسرشن. تمام؟ بتبدا منين؟ زي ما هو واضح اهوت، هي طالعه بجزئين من تحت. جزء منها طالع من الفرونت اوف ذا سترنم، من الفرونت اوف ذا سترنم، والجزء الثاني طالع من الكلافيكل زي ما هو باين كده اهو. لكن الانسرشن بتاعها يطلع يمسك في الماستويد بروسيس. يبقى ده الاوريجن والانسرشن. عشان كده في ناس تانيين يسموا العضله دي بدل ما يقولوا ستيرنو طالعه من الاسترنم، ماستويد ماسكه في الماستويد، في ناس كمان يسموها ستيرنو كليدو ماستويد. ستيرنو كليدو ماستويد، ان هي ماسكه كمان في الكلافيكل. طيب جميل، قلت لكم في حاجه اسمها كلينيكال امبورتنس، ثلاث نقط. اول نقطه من الثلاثه باينه في الصوره، ايه هي؟ الاسترنو ماستويد الكورس بتاعها بيبقى اوبليك، يعني وهي طالعه كده بتبقى مايله، مش فيرتيكال، مش عموديه. فنتيجه للميل اللي هي عاملاه دوت بتقسم لي النك في كل ناحيه، بتقسم لي النك لمثلثين، في مثلث قدامها اللي انا بشاور عليه دوت، وفي مثلث تاني وراها اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده. مثلث يعني تراينجل، يبقى اكن الاسترنوماستويد قسمت النك لانتيريور تراينجل مثلث امامي قدامها، وبوستيريور تراينجل مثلث خلفي موجود وراها. يبقى دي اول نقطه في الكلينيكال امبورتنس من الثلاثه اللي قلنا عليهم. طيب اتفقنا عندنا اوريجين انسرشن، قلناهم من باب العلم بالشيء عشان نفهم الاكشن. تعالوا بقى نشوف النيرف سبلاي والاكشن بتوع الاسترنوماستويد. اول حاجه هبدا بالنيرف سبلاي. النيرف سبلاي بتاع الاسترنوماستويد بتاخد حاجتين، حاجه اسمها موتور نيرف سبلاي وحاجه اسمها سنسوري نيرف سبلاي. موتور اللي هو العصب اللي بيحركها، سنسوري هو العصب اللي بيديها احساس سنسيشن. الموتور نيرف سبلاي بتاخد من عصب اسمه سباينال اكسسوري نيرف. انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها كرينيال نيرفز؟ سمعتوا عن الكرينيال نيرفز؟ تمام. ايه هي الكرينيال نيرفز دي؟ هي النيرفز اللي بتبقى طالعه من فوق بادئه من البرين وتنزل بعد كده على النك وتكمل سكتها. عندي 12 كرينيال نيرف، 12 كرينيال نيرف. الكرينيال نيرف رقم 11 اسمه اكسسوري نيرف، ده رقم 11. في جزء من الاكسسوري نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 11، في جزء منه اسمه سباينال بارت. وبالتالي العضله دي اللي هي الاسترنوماستويد هتاخد من ده، هتاخد من السباينال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 11. ده الموتور نيرف سبلاي بتاعها. طيب ايه السنسوري نيرف سبلاي بتاعها؟ هتلاقوا جمله طويله كده مكتوب فنترال ريماي اوف سي 2 اند 3 بروبريوسبتيف. اللي يهمني في الجمله دي المنطقه دي، تعرفوا لي بس ان هي بتاخد سنسيشن من سي 2 اند سي 3، سي 2 و3، يعني بتاخد من السباينال نيرفز اللي طالعه من هنا، طالعه من السباينال كورد في النك على طول، من السيجمنت سي 2 ومن السيجمنت سي 3، هما دول اللي بيدوها سنسيشن. طيب جميل، ايه بقى الاكشن بتاع الاسترنوماستويد؟ بص لي هنا على الصوره دي، ادي استرنوماستويد وادي الاسترنوماستويد بتاعت الناحيه الثانيه.
فهو في حاجه من الاثنين هتحصل، يا اما ستيرن وماستويد في ناحيه واحده بس هي اللي تشتغل والتانيه تبقى مريحه، يا اما الاثنين يعملوا كونتراكشن في نفس الوقت. لو الاثنين ستيرن وماستويد عملوا كونتراكشن في نفس الوقت هيدوني الاكشن ده، هيخلوا الراس تتني لقدام التانيه دي. الحركه دي بسميها ايه؟ بسميها فورورد فليكشن. فورورد فليكشن يعني بتني لقدام. طب لو العضله اشتغلت في ناحيه واحده، وليكن مثلا العضله دي العضله الشمال، لو اشتغلت لوحدها هتعمل ايه؟ هتزق لي الفيس دوت للناحيه الثانيه، يعني ناحيه الشمال هي اللي انقبضت تخلي وشي يتجه ناحيه اليمين، ونفس الكلام هنا في العضله الثانيه. يبقى ده الاكشن اوف ستيرنو ماستويد. الاكشن ده يحصل امتى؟ لو الاوريجن اللي تحت ثابت والانسرشن اللي فوق ده هو اللي اتحرك، وده الطبيعي ان الاوريجن بيبقى ثابت والانسرشن هو اللي بيتحرك. ففي الحاله دي هيعملوا الاكشنز اللي انا قلت عليها. احيانا بعض العضلات بتعمل حاجه اسمها ريفرزد اكشن. ريفرزد اكشن يعني اكشن معكوس. يعني ايه معكوس؟ يعني الانسرشن هو اللي يبقى ثابت، الانسرشن ده هيبقى ثابت والاوريجن اللي تحت هو اللي يتحرك. طب الاوريجن اللي تحت لو هو اللي اتحرك، يعني عملنا ريفرس اكشن هنا، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي الحته دي الجزء ده من المصل هيشد على العظمه دي. العظمه دي هي الاسترنم. فتقوم الاسترنم لما يتشد عليها تطلع لقدام. تقوم الاسترنم لما تطلع لقدام تتحرك لقدام توسع مساحه الصدر. توسع مساحة الكافيتي، الثراث الكافيتي، التجويف الصدري. يبقى في الحالة دي أقدر أدخل هواء زيادة في التجويف اللي وسع ده. يعني أعمل إيه؟ يعني آخد شهيق عميق. أعمل حاجة اسمها فورسد انسبيريشن. يبقى لو حبيت أشغل الاسترنوماستويد ريفرزد أكشن، يعني أكشن معكوس الجزء اللي تحت هو اللي يشتغل، هتساعدني إن أنا أعمل فورسد انسبيريشن. تمام؟ احنا قلنا دلوقتي اوريجين وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن. سهل الكلام؟ طيب هاتوا اللي بعدها. قلنا العضله دي بيبقى فيها حاجات اضافيه مهمه. اول حاجه فيهم اللي هي الريليشنز، اللي هي بتتقسم زي ما قلت لكم سوبرفيشال ريليشنز اند ديب ريليشنز. تاني حاجة اتفقت معاكم في حاجة اسمها clinical importance of sternomastoid، وقلت دول ثلاث نقط. في نقطة أنا قلتها من شوية إن الاسترنوماستويد بتقسم النك الانتيريور تريانجل وبوستيريور تريانجل. طيب إيه النقطة التانية؟ النقطة التانية في الصورة دي، أحيانا أثناء الولادة بيحصل إن الدكتور وهو مدخل إيده عند رقبة الطفل كده وهو بيخرجه بيدوس جامد على الاسترنوماستويد من غير ما يقصد، يدوس يعمل ضغط جامد على الاسترنوماستويد. غالبا بتحصل في ناحيه واحده. في الحاله دي بيحصل ايه في المصل؟ بيحصل فيها انجري. بيحصل فيها انجري، والانجري دي تؤدي الى فايبروسز، يحصل تليف في العضله في الناحيه اللي اتضغطت دي. فالفايبروسز اللي حصل في العضله دي بعد كده هيؤدي لايه؟ ان العضله في الناحيه دي يحصل فيها شورتنينج، يعني تقصر. لان حصل فيها تليف. فلما تقصر العضله دي الطفل ده بعد كده يبقى عنده مشكله ان العضله مشدوده الناحيه دي، فتبقى راسه مايله للناحيه اللي العضله فيها الانجري. بنسمي الحاله دي تورتي كولس. تورتي كولس. يبقى دي تاني كلينيكال امبورتنس عندنا. يبقى فاضل لنا نقطه واحده بس في الكلينيكال امبورتنس هنقولها كمان شويه. نركز بقى في الموضوع اللي هيطول سنه. ايه هي الريليشنز اوف ستيرنوماستويد؟ اتفقنا اول حاجه في حاجه اسمها سوبرفيشال ريليشنز. ادي الاسترنوماستويد اهو. طب عشان انا اعرف اشوف الاسترنوماستويد لازم اشيل كذا طبقه فوقيها او كذا حاجه فوقيها. ايه الحاجات اللي فوقيها؟ هبدا من الصوره دي. اول حاجه لازم اشيل السكن. انا شايل في الصوره دي السكن، يبقى الاسترنوماستويد كانت مغطيه الاول بسكن. تحت السكن بيبقى فيه طبقه اسمها سوبرفيشال فاشيا. المفروض انتوا خدتوا الكلام ده في الانترودكشن. انا بعد ما شلت السكن اهو باينه عندي الطبقه الزرقاء دي، هي دي اللي انا بسميها السوبرفيشال فاشيا. هلاقي في وسط السوبرفيشال فاشيا، يعني عايم في قلب السوبرفيشال فاشيا، عضله.
العضله العريضه اللي انا بشاور عليها دي في الرقبه، العضله دي اسمها بلاتيزما ماسل. بلاتيزما ماسل انا في الصوره دي مش شايف الاسترنوماستويد لانها مستخبيه تحت الحاجات دي. يبقى اول حاجه كانت مغطيه، الاسترنوماستويد هي السكين. تاني حاجه السوبرفيشيال فاشيا اند بلاتيزما ماسل. طب لو شلت الطبقه دي، لو شلت الازرق والاحمر ده، هلاقي الاسترنوماستويد اتكشفت قدامي بالشكل ده. بس هل في حاجات تانية مغطيها سوبرفيشيال؟ اه في حاجة تانية. بصوا كده اتعودوا من هنا ورايح، لما اقول لك سكن تحتيه سوبرفيشيال فاشيا لازم تحت الكلام ده يبقى في حاجة اسمها ديب فاشيا. ما انا طالما قلت سوبرفيشيال يبقى في ديب، والا كنت سميت دي فاشيا وخلاص. لما شلت سوبرفيشيال فاشيا ظهرت الطبقة الخضراء دي، هي دي الديب فاشيا اوف ذا نيك. خدوا بالكم من حاجة في الصورة دي، اللون الاخضر دوت المفروض ان هو موجود هنا كمان، موجود في المثلث ده. حد فاكر المثلث ده اسمه ايه؟ انا قلته من شويه، اسمه ايه المثلث ده؟ اسمه anterior triangle. تمام، يبقى اللون الاخضر ده موجود برضو في الانتيريور تريانجل، يعني الديب فاشيا موجوده في الانتيريور تريانجل. طب بس ما ينفعش الديب فاشيا تبقى موجوده هنا وهنا وما تبقاش موجوده هنا كمان، بمعنى ان الديب فاشيا او اللون الاخضر ده برضو مغطي الاسترنوماستويد، بس انا مش راسمها في الصوره. يبقى الاسترنوماستويد متغطيه بسكن، متغطيه بسوبرفيشيال فاشيا اند بلاتيزما ماسل، متغطيه كمان بالديب فاشيا. طيب ايه كمان؟ نطلع فوق هنا قدام الودن على طول، هنا في غده، الغده اللي انا بشاور عليها دي. حد عارف الغده دي اسمها ايه؟ الغده دي اسمها ايه؟ باروتيد جلاند. تمام، دي واحدة من السليفري جلاندز اسمها باروتيد جلاند. المفروض يا شباب ان الباروتيد جلاند دي في جزء منها بس برضو مش مرسوم، الجزء ده بيبقى نازل هنا هوت جاي فوق الاسترنوماستويد في المنطقة دي. يبقى نقدر نقول برضو ان الاسترنوماستويد من السوبرفيشال ريليشنز بتاعتها ان هي متغطية بجزء من الباروتيد جلاند. طيب جميل، هات الصورة اللي بعدها. بص بقى هنا ايه اللي ظهر ضفناه عن الصوره اللي فاتت، ظهر هنا ان في فين لونه ازرق اهو، الفين ده معدي فوق الاسترنوماستويد ماسل، معدي سوبرفيشيال ليها، ماشي فوقيها. الفين دوت اسمه جاجيولار فين، جاجيولار فين. بس انا عندي اتنين جاجيولار فينز الحقيقه، في جاجيولار فين اللي هو اللي قدامنا ده معدي فوق الاسترنوماستويد، وفي واحد تاني مش باين لانه مستخبي تحتيها ديب ليها. فعشان اميز الاثنين جاجولار فينز دول عن بعض هسمي اللي فوق الاسترنوماستويد ده اكسترنال جاجولار فين، الخارجي اللي فوق الماسل، واللي مستخبي تحتيها هيبقى ديب يبقى اسمه انترنال جاجولار فين. يبقى ده سوبرفيشال ريليشن. طيب تعالى لي هنا بقى، الخط اللي انا بشاور عليه من ورا دوت هسميه البوستيريور بوردر اوف استرنوماستويد، البوردر الخلفيه بتاعت الاسترنوماستويد. تقريبا كده عند منتصف البوستيريور بوردر بتاعت العضله الديب فاشيا هيظهر فيها فتحه، يعني في فتحه هتتكون هنا في الديب فاشيا، وهيخرج من الفتحه دي مجموعه من الاعصاب او النيرفز، الاعصاب اللي متلونه باللون البني دي. يبقى الاعصاب دي كانت ديب الاول، خرمت الديب فاشيا وطلعت سوبرفيشيال وعدت فوق الاسترنوماستويد، يبقى نقدر نعتبرها superficial relation. طيب الأعصاب دي اسمها إيه؟ ركزوا كده معايا، نبدأ بالعصبين دول الأول. العصب رقم 2 ده معدي ورا الودن على طول، يبقى أسمي العصب ده auricular nerve. ورا الأوريكل يبقى اسمه auricular nerve. العصب اللي ورا دوت اللي هو مكتوب عليه رقم 3 ده ماشي فوق العظمة دي. حد عارف العظمة دي اسمها إيه اللي أنا بشاور عليها؟ خدتوها في السكال. اسمها إيه العظمة دي؟ اسمها اوكسيبيتال بون. تمام، فانا هسمي النيرف رقم 3 دوت اوكسيبيتال نيرف. بس في الحقيقه ان الاوريكولار نيرف ده حجمه اكبر من الاوكسيبيتال نيرف، فعشان كده هزود اقول ان الاوريكولار نيرف دوت اسمه جريت اوريكولار نيرف، جريت اللي هو الكبير، واسمي العصب الاوكسيبيتال ده ليسر اوكسيبيتال نيرف اللي هو الاصغر. يبقى العصب ده اسمه جريت اوريكولار نيرف والعصب ده اسمه ليسر اوكسيبيتال نيرف. هلاقي هنا في عصب اللي هو مكتوب عليه رقم 5 دوت طلع من نفس النقطة وعدى لقدام يروح للانتيريور تريانجل.
العصب دوت انا بسميه ترانسفيرس سيرفايكال نيرف. ترانسفيرس عشان ماشي بالعرض، سيرفايكال عشان ماشي في الرقبه، كلمه سيرفايكال يعني رقبه. طيب جميل، امال العصب رقم اربعه ده ايه؟ بص كده معايا، العصب رقم اربعه ده عباره عن عصب اتقسم لثلاث فروع، ادي فرع اتنين تلاته. الثلاث فروع دول نزلوا تحت وعدوا فوق الكلافيكل، ماشيين فوق الكلافيكل. فعشان كده الثلاث اعصاب دول مع بعض بسميهم سوبرا كلافيكولار نيرفز، اللي هي الاعصاب اللي فوق الكلافيكل. السوبرا كلافيكولار نيرفز اللي هم الثلاثه مكتوب عليهم A B C، واحد بس فيهم هو اللي باين في الصوره ان هو عدى فوق الاسترنوماستويد اللي هو A. طيب عشان اميز الثلاثه عن بعض هسميهم ايه؟ اسمي اللي جوه ده ناحيه الميد لاين ميديال سوبرا كلافيكولار نيرف، يبقى دوت اسمه اللي بره ده lateral sobra clavicular nerve، يبقى اللي في النص ده ما بينهم اسمه intermediate sobra clavicular nerve. تمام؟ عايز اجمع بقى المعلومات، اقدر اقول دلوقتي ايه هي السوبرفيشال ريليشنز بتاعت الاسترنوماستويد. اول حاجه كانت مغطياها السكين، شلت السكين لقيت تحتيه سوبرفيشال فاشيا معاها عضله اسمها بلاتيزما. شلت السوبرفيشال فاشيا لقيت اللون الاخضر ده مغطيها اللي هو الديب فاشيا. لقيت كمان في جزء من الباروتيد جلاند نازل مغطي العضله في المنطقه دي. لقيت في فين ماشي فوق العضله اسمه اكسترنال جاجولار فين. لقيت اربع اعصاب معديين فوق العضله اسمهم جريت اوريكولار نيرف، ليسر اوكسيبيتال نيرف، ترانسفيرس سيرفايكال نيرف، وميديال سوبرا كلافيكولار نيرف. يبقى هي دي السوبرفيشال ريليشنز اوف سترنوماستويد. قلت لكم من شويه في نقطه اسمها ميديكال امبورتنس او كلينيكال امبورتنس، ثلاث حاجات قلت منهم اثنين. الحاجه الثالثه هنقولها هنا، الاعصاب دي يا شباب مجموع الاعصاب دي كلها على بعضها بسميها كوتينيوس نيرفز. يعني ايه كوتينيوس نيرفز؟ يعني هي دي اللي بتديني سنسيشن، بتدي سنسيشن للجلد بتاع الرقبه. فانا لما عاوز اعمل عمليه ببنج موضعي في الرقبه، يعني اعمل حاجه في السكين، باجي على النقطه دي، يعني باجي عند البوستيريور بوردر اوف ستيرنوستويد في نصها، النقطه اللي الاعصاب دي طالعه عندها، واقوم داخل بالحقنه وادي هنا دوت لوكال انستيك دراج، بدي البنج الموضعي في المنطقه دي. طبعا انا مش بدخل بالابره بحيث ان انا اجرح النيرفز، لا، ببقى جنب الايه الاعصاب بحيث ادخل المخدر في المنطقه دي فيعمل لي ايه؟ فيعمل بلوك للنيرفز دي. يعمل بلوك للنيرفز بحيث ان السنسيشن بتاع الجلد بتاع الرقبه كله سنسيشن يروح، يبقى انا عملت تخدير للسكان. بسمي العمليه دي كوتينيوس سيرفايكال بلوك. كوتينيوس معناها ان انا جيت على كوتينيوس نيرف، سيرفايكال كوتينيوس نيرفز بتاعه الرقبه عملت لها بلوك، شلت منها الايه السنسيشن. تمام؟ طب دي تالت حاجه في الكلينيكال امبورتنس. طب ادي كده يا شباب السوبرفيشال ريليشنز سهله ما فيهاش مشكله، هي متجمعه على بعض هنا في الصوره ديت، جمعت الصور كلها جنب بعض ومكتوبه هنا. طيب تعالوا بقى نقول النقطه اللي بعد كده اللي هي الديب ريليشنز، ايه الحاجات اللي موجوده تحت الاسترنوماستويد. هبدا الاول بالصوره دي، هكلمكم عن موضوع اسمه انفرا هايويد ماسلز. الموضوع ده برضو من الاوبجكتيفز المطلوبه مننا، هيفيدنا في الديب ريليشنز. بص لي هنا في الصوره دي الاول، دي العظمة اللي أنا كنت ملونها باللون الأخضر في أول صورة، لو فاكرين سميتها هايويد بون، يبقى دي الهايويد بون. لو أنا عندي عضلات في المنطقة اللي فوق الهايويد بون هنا هوت، المنطقة البيضة دي هسميها سوبرا هايويد ماسلز، يعني العضلات اللي فوق الهايويد بون. ولو عندي عضلات زي اللي باينة في الصورة دي، العضلات دي تحت الهايويد بون، هسمي العضلات دي انفرا هايويد ماسلز. طيب جميل، نبدا الاول بالانفرا هايويد ونسيب السوبرا هايويد بعدين. عندي كام انفرا هايويد ماسل؟ عد كده معايا، ادي واحد اتنين تلاته، تلات عضلات انفرا هايويد ماسل. في الحقيقه هم مش تلاته، هم اربعه، في عضله رابعه المفروض تبقى موجوده تحت الهايويد بون، بس انا راسمها في الصوره اللي جنبهم دي اللي هي العضله دي. واحد هيقول مش عضله دول اتنين، لا هي عضله ليها راسين، ما رضيتش ارسمها في الصوره دي عشان ما يدخلوش في بعض. يبقى عندي كام انفرا هايويد ماسل؟ عندي اربعه. تعالوا الاول نقول الثلاثه اللي باينين هنا. قبل ما اقولهم بص لي هنا هوت، حد عارف مين الخط الابيض المايل ده؟
اسمه ايه الخط الابيض المايل ده؟ انا قلته في الاول، اسمه اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج. امال فين هنا في الصوره دي الثايرويد كارتليج؟ مش باينه لان العضلات مغطياها. طيب جميل قوي، تعال بقى نقول الثلاث عضلات دول اسمهم ايه. خد بالك من حاجه، الانفراهيويد ماسل بتتسمى من تحت لفوق، التسميه دايما بتبدا من تحت وانت طالع لفوق. يعني كمثال ناخد العضله رقم واحد دي، اكبر واحده فيهم، جايه من عند الاسترنوم تحت وطالعه تمسك في الهايويد بون، يبقى اسمها استرنو هايويد ماسل. يبقى العضله الاولى دي اسمها استرنو هايويد ماسل. طيب العضله الثانيه اللي هي رقم اتنين دي، جايه من تحت من عند الاسترنم وطالعه تمسك في الثايرويد كارتليج عند الاوبليك لاين، ماسكه في الاوبليك لاين، يبقى العضله دي اسمها ايه؟ اسمها استرنو ثايرويد، لانها ماسكه في الثايرويد كارتليج، يبقى دي استرنو ثايرويد ماسل. العضله الثالثه دي بدأ من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج وطالعه تمسك في الهايويد بون، يبقى اسمها ثايرو هايويد ماسل. يبقى دي اول ثلاث عضلات. طب العضله الرابعه اللي باينه في الصوره اللي جنبنا دي اسمها ايه؟ دي اسمها، نحفظه بقى زي ما هو، اسمها اومو هايويد ماسل. اومو هايويد ماسل. طب الاومو هايويد ماسل ليها راسين اهم، اسمهم ايه؟ كل راس من دول هسميها بيلي. بيلي. يبقى اللي فوق دي اسمها سوبيريور بيلي اوف اومو هايويد، يبقى اللي تحت دي اسمها انفيريور بيلي اوف اومو هايويد. طيب جميل، ايه اهميه العضلات دي دلوقتي وانا بتكلم عن الديب ريليشنز اوف استرنوماستويد؟ اهميتها زي ما هو باين في الصوره اللي قدامكم دي واضحه اكتر، ان العضلات دي معديه تحت الاسترنوماستويد، ديب تو ذا استرنوماستويد. واضح هنا قوي ان الاومو هايويد الراسين بيتقابلوا مع بعض تحت، ديب تو ذا استرنوماستويد. طب بص لي في الصوره اللي هنا، لو انا رسمت لك خط تخيلي كده قلت لك هو ده الاسترنوماستويد، يبقى الاسترنوماستويد وهي نازله لتحت كده مين اللي هيبقى مستخبي تحتيها في الثلاث عضلات دول؟ تفتكروا مين اللي هيبقى مستخبي تحتيها؟ كلهم ولا اتنين بس من الثلاثه هيبقوا تحتيها في الجزء اللي هنا؟ اتنين بس. طيب تمام، طب لو حبيت بقى اجمع المعلومات دي يا شباب نجيب الصوره اللي بعديها. ها بص لي على الصوره دي، ركب بقى كل الحاجات فوق بعضها. ادي الاسترنوماستويد ماسل اهي، دي العضله اللي كان ليها راسين اللي كان اسمها اومو هايويد، ادي الاومو هايويد معديه تحت الاسترنوماستويد، ادي العضلات اللي قدام دي اسمها استرنو هايويد ودي اسمها استرنو ثايرويد، واللي باللون الاصفر دي هتبقى ثايرو هايويد. يبقى باين في الصوره اللي قدامنا ان الاومو هايويد تحت الاسترنوماستويد، ان الاسترنو ثايرويد في جزء منها تحت الاسترنوماستويد، وبرده المفروض في جزء هنا صغير من الاسترنو هايويد مستخبي تحت الاسترنوماستويد. يبقى مين العضله الوحيده في الانفرا هايويد ماسلز اللي مش جايه تحت الاسترنوماستويد اللي هي الصفرة دي؟ هتبقى مين؟ ثايرو هايويد ماسل. تمام، ودي مهمه، دي ممكن تبقى موضوع سؤال ام سي كيو، اقول لك all of the following infra hyoid muscles are deep to the sternomastoid، يعني موجوده تحت الاسترنوماستويد except، يبقى مين الاكسبشن اللي عندي؟ ثايرو هايويد ماسل. طيب بالرسمه تحتها، يعني يمكن الرسمه هنا هوت مش موفقه قوي، المفروض ان في جزء من العضله يبقى مستخبي هنا تحت الاسترنوماستويد. تمام، طيب اطلع لي هنا هوت مين العظمه دي؟ اتفقنا هايويد استرنم ماسل، لا استرنو هايويد، معلش دايما التسميه من تحت لفوق. طيب بصوا معايا، دي الماستويد بروسيس. تمام، لو تلاحظوا كده ان العضله الاسترنوماستويد ماسكه في الماستويد بروسيس والمنطقه دي منقطه، يعني ايه؟ يعني في جزء من الماستويد بروسيس موجود تحت الاسترنوماستويد ماسل، يعني نقدر نعتبر برضو الماستويد بروسيس ديب ريليشن موجوده تحت الاسترنوماستويد. من الوقت النقطه اللي بتكلم فيها هي الديب ريليشنز. جميل، يبقى الماستويد بروسيس برضو في جزء منها ديب ليها. ايه تاني ممكن ازوده هنا هوت في الديب ريليشنز؟ بص لي هنا هوت، شايف العصب الاسود ده؟ العصب الاسود اللي انا بشاور عليه ده،
العصب دوت هو اللي بيدي نيرف سبلاي للاسترنوماستويد ماسل اللي انا قلت اسمه من شويه، حد فاكر اسمه اللي هو الموتور؟ كان اسمه ايه العصب ده؟ حد فاكر؟ كان اسمه سباينال اكسسوري نيرف، تمام؟ زي ما هو واضح في الصوره قدامكم السباينال اكسسوري نيرف دوت اهو منقط، المنطقه دي منقطه، يعني هو دلوقتي معدي ديب للاسترنوماستويد، صح الكلام ولا لا؟ مش هو كده ديب للاسترنوماستويد؟ ها بسألك، صح؟ صح، لا مش صح، ده هو مش ديب، ده انسايد ات، يعني هو خارمها وداخل في قلبها، يعني هو ماشي في قلب السبستانس بتاع الماسل، يعني نقدر نعتبره من الديب ريليشنز برضه، بس هو مش تحتها، هو في قلبها، ماشي في قلبها. طيب يبقى ادي كمان ديب ريليشن. طيب ايه تاني عندي؟ بص لي كده قدام العضله، ركزوا بقى في الحته دي، هتلاقوا هنا في فين لونه ازرق. الفين دوت يا شباب المفروض انه ما يبانش في الصوره قدام عيني، المفروض الاسترنوماستويد جايه مغطياه، بس انا رجعتها ورا شويه عشان اكشفه. حد فاكر الفين ده؟ انا قلت اسمه من شويه، كان اسمه ايه؟ كان اسمه انترنال جاجولار فين، تمام، حلو قوي. طيب اطلع لي قدام الانترنال جاجولار فين، هتلاقي في ارتري، ما دام اللون هنا برتقاني يبقى ده ارتري. الارتري دوت يا شباب خدوا بالكم بيعمل ايه؟ بيطلع لفوق ويتقسم فرعين اساسيين، ادي واحد وادي الثاني، مكتوب عليهم واحد واثنين. سواء الارتري دوت او الاثنين دول، الثلاثه اسمهم كاروتيد ارترز، كاروتيد. عشان نميزهم، بما ان ده الكاروتيد ارتري الاساسي اللي اتقسم لاثنين فهنسميه كومن كاروتيد ارتري، كومن يعني مشترك، مشترك قبل ما يتقسم. يبقى ده الكومن كاروتيد ارتري. الارتري دوت اللي هو رقم واحد اسمه انترنال كاروتيد ارتري، والارتري رقم اثنين ده اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. ليه؟ ليه ده اسمه انترنال كاروتيد؟ عشان لما هيكمل سكته فوق هيدخل جوه السكال ويستخبى انترنال، يبقى انترنال في السكال ما شفوش. لكن ده اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، عشان لما يكمل سكته هيطلع على الفيس، هيبقى باين قدام عينيا لغايه هنا. يبقى ده انترنال وده اكسترنال كاروتيد ارتري، برضه بنفس الكيفيه، الاسترنوماستويد المفروض انها كانت جايه مغطيه على الارتريز دي، يبقى الارتريز دي ديب ريليشن للمصر. طيب جميل جدا. ارجع بص لي هنا ما بين الفين الازرق وما بين الارتري البرتقاني ده، هتلاقي فيه خط اسود ماشي بالطول ما بينهم. خط اسود يبقى نيرف، يعني عصب. اسمه ايه العصب ده يا شباب؟ اسمه فيجاس نيرف. فيجاس نيرف، حد سمع قبل كده اسم الفيجاس نيرف ده او يعرفه؟ الفيجاس نيرف ده هو الكرانيال نيرف رقم 10، تمام، برافو عليكم، ده الكرانيال نيرف رقم 10. طيب حلو قوي، يبقى دي كلها حاجات ديب للاسترنوماستويد، بس خد بالك بقى من نقطه مهمه قوي، ايه هي؟ المفروض ان الحاجات دي اللي هو الفين والفيجاس نيرف والارترس دي ما تبقاش ظاهره قدام عيني، ليه؟ لان المفروض ان في غشاء او كيس محاوط الحاجات دي كلها مع بعضها، ضممها مع بعضها. بص كده شوف الصوره دي، ادي الفين اهو وادي الارترز اهي، ده الارتري وادي النيرف اللي هو الفيجاس نيرف ما بينهم، المفروض ان في غشاء كده زي اللون الاصفر دوت محاوطهم، اسم الغشاء ده كاروتيد شيث، كاروتيد شيث. يبقى المفروض ان الاسترنوماستويد مغطيه مين بقى؟ مغطيه الكاروتيد شيث، وجوه الكاروتيد شيث المحتويات دي موجوده، تمام؟ طيب بس خدوا بالكم من حاجه ثانيه مهمه، ايه هي؟ لو بصيت هنا على شكل الكاروتيد شيث هتلاقي بعد ما يحوط الحاجات دي في سهم كده معدي فوقيه، يعني من بره معدي على الكاروتيد شيث. ايه السهم ده؟ ده نيرف، عصب. اسمه ايه العصب ده؟ معلش نحفظه مع بعض، اسمه انسا سيرفايكاليس، انسا سيرفايكاليس. وظيفته ايه العصب ده؟ وظيفته هيبقى موجود في المنطقه دي تقريبا فوق الشيس، وظيفته ان هو اللي بيدي نيرف سبلاي للعضلات دي، بيدي نيرف سبلاي للانفراهيويد ماسلز. يبقى مين اللي موجود تحت الاسترنوماستويد؟ موجود الكاروتيد شيس، وجوه الكاروتيد شيس في الاستراكشرز دي، وفوق الكاروتيد شيس برضه تحت العضله في العصب اللي اسمه ايه؟ انسا سيرفايكاليس، تمام؟ طيب انزل لي تحت هنا، شايف الجوينت اللي انا بشاور عليه ده؟ انا قلت اسمه في الاول، حد فاكر كان اسمه ايه؟ اسمه ايه الجوينت ده؟ ها؟ حدش فاكر اسم الجوينت ايه؟
ها ما بين الاسترنم والكلافيكل، اسمه استيرنو كلافيكلار جوينت. لو بصيتوا على الصوره هنا برضو الاسترنو ماستويد هنا معديه فوق الاسترنو كلافيكلار جوينت، يبقى الاسترنو كلافيكلار جوينت تحتيها او ديب ريليشن، يبقى برضو من الديب ريليشنز بتاعت الاسترنو ماستويد الجوينت اللي اسمه ايه؟ استيرنو كلافيكلار جوينت. جميل جدا. ايه تاني مستخبي تحت الاسترنو ماستويد؟ العضلات دي يا شباب اللي انا بشاور عليها مستخبي تحتيها غده، بس الغده مش بانه في الصوره لان هي مستخبيه تحت العضلات. حد يعرف يقول لي مين الغده اللي هتبقى موجوده هنا مستخبيه في المنطقه دي؟ ثايرويد جلاند. تمام، فانا بالتالي اقدر اعتبر برضو ان الثايرويد جلاند ديب ريليشن للاسترنوماستويد، مستخبيه تحت الاسترنوماستويد، يبقى دي من الديب ريليشنز. جميل جدا. طيب هات بقى الصورة اللي بعديها نكمل الديب ريليشنز. معلش ما ينفعش ان احنا نبين كل الديب ريليشنز في صورة واحدة، مش هنعرف نجمعها في صورة واحدة والا كله هيدخل في بعضه. فتعالوا نكمل في الصورة دي، ايه تاني موجود في الديب ريليشنز؟ ادي كده الاسترنوماستويد. تمام؟ طيب بص لي هنا فوق الأول، هتلاقي فيه ارتري شريان لونه أحمر أهو. الارتري ده بدأ من قدام ورجع لورا عشان يوصل للأوكسيبيتال بون، بسميه أوكسيبيتال ارتري. وهو راجع لورا كده هلاقيه نقط في الحته دي، يعني مستخبي تحت الاسترنوماستويد. يبقى من الديب ريليشنز بتاعت الاسترنوماستويد ارتري اسمه اوكسيبيتال ارتري. تمام، دي حاجه. امال مين النيرف ده؟ ده احنا قلناه خلاص ديب ريليشن، قلناه من شويه، ده السباينال اكسسوري نيرف اللي قلنا بيدي العضله نيرف سبلاي وبيخرمها، يعني ماشي في قلبها. طيب انزل لي تحت هنا اهوت. بص بقى هنا، هتلاقي مجموعه من الاعصاب متلونه بالاسود. مجموعة الأعصاب اللي متلونة بالأسود دي على بعضها أكنهم عاملين شبكة عصبية. اتفقت معاكم قبل كده في المحاضرة اللي فاتت إن لما حاجة تعمل شكل شبكة بسميها إيه؟ بسميها إيه؟ بسميها بلكسس. تمام؟ فبالتالي الشبكة العصبية دي هتبقى بلكسس. اسمه إيه البلكسس ده بقى؟ اسمه بريكيال بلكسس. يعني إيه بريكيال؟ كلمة بريكيال جاية من بريكيوم يعني الدراع. ليه؟ لان الضفيره العصبيه دي هتنزل لتحت كده ناحيه الدراع او الابر ليمب وتدي له نيرف سبلاي، يبقى هسميها بريكيال بلكسس. يبقى باين في الصوره هنا ان البريكيال بلكسس في جزء منه موجود تحت الاسترنوماستويد. مش بس كده، ده انا لو شلت الضفيره العصبيه دي وبصيت تحتيها هلاقي ضفيره عصبيه تانية مستخبيه تحتيها واخده نفس الشكل تقريبا، يعني في بلكسس تاني اعصاب تحت ده. اسمه ايه البلكسس بقى اللي مستخبي ومش باين؟ اسمه سيرفايكال بلكسس، ده بقى بتاع الرقبه. السيرفايكال بلكسس برضو اقدر اعتبر ان هو تحت الاسترنو ماستويد. طب انزل لي تحت هنا، الازرق ده هيبقى فين والاحمر ده هيبقى ارتري، والاثنين واخدين نفس الشكل، يبقى هسميهم نفس الاسم. وواضح ان الاثنين دول في جزء منهم مستخبي تحت الاسترنو ماستويد. اسمهم ايه بقى دول؟ الفين اسمه ساب كليبيان فين، يبقى الارتري اسمه ساب كليبيان ارتري. يعني ايه ساب كليبيان؟ يعني تحت الكلابيكل، ما هما الاثنين هم مستخبيين ورا الكلابيكل او تحتها، يبقى اسمهم ساب كليبيان. اسم الفين ساب كليبيان فين والارتري ساب كليبيان ارتري، والاثنين ديب تو ذا ستيرنوماستويد. كل دي ما زالت ديب ريليشنز. جميل، هات لي بقى اخر حاجه في الديب ريليشنز. معلش دي الصورة دي هنقولها في محاضرة بكرة تاني، هنشرحها بدقة أكتر شوية، بس هنعدي عليها دلوقتي. أنا عارف الأسامي كتيرة بس هو ده الأوبجيكتيف مطلوب مننا في آخر محاضرة النك إن شاء الله. بعد الثلاث مرات هتلاقوا الموضوع سهل إن شاء الله. بص هنا، اسمه إيه التريانجل اللي ورا اللي اتفقنا؟ اسمه بوستيريور تريانجل ورا الاسترنوماستويد. في الأرضية بتاعت البوستيريور تريانجل، يعني هنا دي الأرضية بتاع البوستيريور تريانجل، هنلاقي مجموعة من العضلات ورا بعض. العضلات دي كلها فيها حرف اس، بتبتدي بحرف اس. ناخد بقى الاسامي ورا بعض ومحدش يتخض. اسم المصل دي سيمي سباينالس كابيتس، سيمي سباينالس كابيتس. اسم المصل دي اسبلينياس كابيتس. اسم المصل دي ليفيتور اسكابولي، هي مش اولها اس بس برضو فيها سكابولي، حرف الاس موجود، ليفيتور اسكابولي. اسم العضله دي اسكالينس ميدياس، اسكالينس ميدياس.
اسم العضله البرتقاني اللي بادئه من تحت دي وطلعت هنا استخبت ورا الاسترنوماستويد اهي، اسمها سكالينس انتيريور. يبقى عندي هنا خمس عضلات: سيس باينالس كابيتس، سبلينياس كابيتس، ليفيتور سكابلي، سكالينس ميدياس، سكالينس انتيريور. كل العضلات دي في جزء منها مستخبي هنا تحت الاسترنوماستويد في بدايتها، يبقى كلها اقدر اعتبرها ديب ريليشنز للاسترنوماستويد. امال ايه الخط الاسود المنقط اللي ماشي بالطول ده؟ منقط يعني مستخبي تحت الاسترنوماستويد. ده عصب. العصب ده هينزل تحت ناحيه الثوركس عشان يدي دافرام، يدي نيرف سبلاي للحجاب الحاجز. اي حاجه تدي الحجاب الحاجز بسميها فرينك. فرينك يعني حجاب حاجز. يبقى العصب ده اسمه ايه؟ اسمه فرينك نيرف. يبقى الفرينك نيرف برضو مستخبي تحت الاسترنوماستويد. جميل. هي دي الديب ريليشنز بتاعت الاسترنوماستويد. هنيجي في السلايد اللي بعديها، جمعوا كده الصور جنب بعضها وجمعوا الحاجات الديب اللي انا قلت عليها. اللي مش هيعرف يجمع الديب ريليشنز بالمنظر دوت يبص على السلايد دي. عشان نقول الحاجات اللي موجوده تحت الاسترنوماستويد تعالوا نقسمها. نقول ان في مثال من كل حاجه. في جوينت موجود تحت المصل الاسترنوماستويد، وفي عظمه موجوده تحتيها، وفي ارترز، وفي فينز، وفي نيرفز، وفي ماسلز، وفي جلاندز، وفي ستراكشرز. قصه كبيره. تعالوا كده نجمع بسرعه. ايه الجوينت اللي كان موجود تحت الاسترنوماستويد؟ استرنو كلافيكلر جوينت. ايه البون اللي كانت موجوده تحتيها في الصور؟ ماستويد بروسيس. ايه الارترز اللي كانت موجوده تحتيها؟ سبكليفيان ارتري واوكسيبيتال ارتري. ايه الفين اللي كان موجود تحتيها؟ سبكليفيان فين. اجلوا الماسلز شويه. ايه الاستراكشر اللي كان موجود تحتيها؟ كان الغشاء اللي اسمه كاروتيد شيس بالمحتويات اللي جواه، لو فاكرين الكاروتيد شيس. ايه الجلاند او الغده اللي موجوده تحت العضله؟ كانت الثايرويد جلاند. ايه الاعصاب اللي كانت مستخبيه تحت العضله؟ كان في عصب اسمه انسا سيرفايكاليس، كان في بلكسس اسمه بريكيال بلكسس، كان في بلكسس اسمه سيرفايكال بلكسس، كان في نيرف اسمه فيرينك نيرف، كان فيها عصب موجود بنعتبره ديب ليها بس هو في الحقيقه بيرسنج خارمها وبيديها اسمه سباينال اكسسوري نيرف. تمام. يبقى دوت ديب ريليشن. اخر حاجه كان في عضلات مستخبيه تحت الاسترنوماستويد اسمها انفرا هايويد ماسلز، الاربعه كلهم تحتيها ما عدا الثايرو هايويد ماسل. كان في عضله اسمها سكالينس انتيريور، وعضله اسمها سكالينس ميدياس، وعضله اسمها ليفيتور سكابلي، عضله اسمها سبلينياس كابيتس، وعضله اسمها سيمس باينالس كابيتس. ادي كده الديب ريليشنز. سهله؟ سهله الديب ريليشنز. الانترنال جاجولار فين والكومن كاروتيد ارتري والحاجات الثانيه دي تعتبر جوه الكاروتيد شيس، يعني كونتنت جوه الكاروتيد شيس، فلما تقول كاروتيد شيس اكنك جمعتها مع بعض. تمام؟ هي طبعا مش سهله انا عارف، معلش شيلها شويه، بس اوبجيكتيف مطلوب وعندنا وقت ان شاء الله ان احنا ايه نذاكرها النهارده وبكره ولغايه ما نخلص المحاضرات كلها بتاعت نيك. طيب دي الكلينيكال امبورتنس، خلاص ثلاث نقط انا قلتهم. تعالوا بقى هنا اهوت، فاضل لي في المحاضره دي او في الجزء ده حاجتين، حاجه اسمها سوبرا هايويد ماسلز وحاجه اسمها انفرا هايويد ماسلز. ده اوبجيكتيف مطلوب مننا. تعالوا نتكلم دلوقتي على الانفرا هايويد ماسلز الاول، وانا يعتبر ان انا خلاص قلتها. انا من شويه قلت لكم الانفرا هايويد ماسلز الاربعه، قلنا اساميهم لو انتوا فاكرين. مش مطلوب مننا لا نقول لا اوريجين ولا انسرشن، مطلوب نعرف اساميهم ونقول النيرف سبلاي ونقول الاكشن بتاعهم. ركزوا بقى معايا في الاكشن بتاعهم. العضله دي اسمها استرنو هايويد، يبقى لو شدت هتعمل ايه؟ ايوه يا دكتوره، سايرو هايويد ماسل متغطيه، مش متغطيه، سايرو هايويد اهي، دي السايرو هايويد ماسل. لكن لما الاومو هايويد اللي هنا في الصوره دي تيجي هنا في المنطقه دي، تيجي في مكانها بقى، هتغطي جزء من السايرو هايويد. تمام. بص معايا، الاسترنو هايويد ماسل لو اشتغلت هتعمل ايه؟ هتشد الهايويد بون لتحت، تخلي الهايويد بون تنزل لتحت. طيب جميل، ده الاكشن بتاعها. هات اللي بعدها، استرنو ثايرويد لو شدت هتعمل ايه؟ هتشد الثايرويد كارتليج دوت لتحت. جميل. طب الثايرو هايويد دي لو اشتغلت هتعمل ايه؟
هتشد الهايويد بون لتحت، جميل. طب الاومو هايويد دي لو اشتغلت هتعمل ايه؟ الراسين مع بعض يشدوا مع بعض الهايويد بون يجيبوها لتحت. طب الاكشن ده ايه اهميته؟ ليه انا عايز اشد الهايويد بون لتحت؟ لما اشد الهايويد بون لتحت غصب عنها وهي نازله هتزق مين معاها؟ هتزق مين لتحت؟ هتزق دي اللي هي الثيرويد كارتلج اللي هي الحنجره. تقوم الحنجره لما تنزل لتحت، بحتاج امتى انزل الحنجره لتحت او ارفعها لفوق؟ اثناء السوالونج، اثناء الديجلوتيشن وانا ببلع. يبقى الانفرا هايويد ماسلز وظيفتها ان هي تساعدني في البلع. خدوا بالكم مين الاستثناء اللي انا قلته من شويه في الانفرا هايويد ماسلز؟ مين اللي كانت مستثناه وقلت ان هي مش موجوده تحت الاسترنوماستويد؟ اللي هي رقم ثلاثه اللي هي الثايرو هايويد. بصوا بقى الثايرو هايويد مليانه عندي استثناءات النهارده. الاستثناء الثاني ان الثايرو هايويد هي الوحيده فيهم اللي ممكن تشتغل في الاتجاهين. يعني انا قلت لكم ان هي بتشتغل تنزل الهايويد بون لتحت، ممكن تعمل العكس، ممكن تبقى ثابته من هنا وتشد من هنا ترفع لي الثايرويد كارتليج لفوق، يعني ترفع لي الحنجره لفوق برضو اثناء الاكل. من اثناء الاكل والبلع محتاج ان انا ارفع الحنجره لفوق وانزلها لتحت. فالوحيده اللي بتشتغل في الاتجاهين رفع وتنزيل هي مين؟ هي الثايرو هايويد. جميل. طيب كده انا قلت لكم الاكشن خلاص، يبقى فاضل عشان نخلص الانفرا هايويد ماسلز حاجه واحده بس، ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ الشاطر فيكم هيقول لي ايه النيرف سبلاي؟ ايه النيرف سبلاي بتاع الانفرا هايويد ماسلز؟ قلته من شويه، حد فاكر؟ انسا سيرفايكاس. مش قلت لكم في المنطقه دي تقريبا في غشاء اللي انا كنت ملونه بالاصفر معدي عليه عصب اسمه انسا سيرفايكاليس؟ يبقى كل العضلات دي بتاخد بالانسا سيرفايكاليس اكسبت. ما دام قلت اكسبت يبقى مين من دول مش هتاخد من الانسا سيرفايكاليس؟ رقم ثلاثة برضو اللي هي مين؟ اللي هي الثايرو هايويد. طب الثايرو هايويد هتاخد نيرف سبلاي منين؟ هتريحنا قوي بقى، هتاخد من عصب على اسمها، اسمه نيرف 2 ثايرو هايويد. يبقى العصب بتاعها اسمه نيرف 2 ثايرو هايويد. طب النيرف 2 ثايرو هايويد ده بيجي منين؟ بيجي من سي 1، بيجي هنا من السباينال كورد من الفايبرز بتاعت سي 1. يبقى سي 1 اسمه نيرف 2 ثايرو هايويد هيدي العضلة دي، والباقي هياخده بالانسا سيرفايكالس. جميل. ادي اوبجيكتيف او موضوع خلص اللي هو الانفرا هايويد ماسلز. اخر موضوع عندنا النهارده ان شاء الله موضوع العكسي بقى، حاجه اسمها سوبرا هايويد ماسلز. احنا كنا جبنا الهايويد بون، تمام؟ جبنا الهايويد بون سي 1 يا دكتور، وممكن يكون احيانا سي 2، في حاجات بيبقى عليها اختلافات او في حاجات تمشي كده او كده، بس احنا هنمشيها سي 1، تمام؟ ها دي الهايويد بون، بص كده فوق الهايويد بون هتلاقي عضلات. يبقى العضلات دي اسمها ايه؟ سوبرا هايويد ماسلز. في كام سوبرا هايويد ماسل عندي؟ في خمسه. بس اللي انا رسمه في الصوره ديت هنقول دلوقتي اثنين. تعالوا كده نقول الاثنين دول، رقم واحد دي العضله البرتقاني دي اسمها ايه؟ اسمها مايلو هايويد ماسل. ليه اسمها كده؟ لان هي فوق هنا المايلو هايويد ماسل بتبقى ماسكه في الماندبل هنا من جوه في خط اسمه مايلو هايويد لاين. هل انتوا خدتوا المايلو هايويد لاين ده؟ المفروض خدتوا الماندبل. خدتوا المايلو هايويد لاين؟ تمام. يبقى هي ماسكه في اللاين ده من فوق ونازله تمسك في الهايويد بون، يبقى اسمها مايلو هايويد ماسل. امال العضله اللي وراها دي اسمها ايه؟ العضله دي يا شباب اسمها هايو جلوسس. هايو ليه؟ عشان ماسكه هنا في الهايويد بون. جلوسس ليه؟ عشان بتطلع فوق هنا ورا الفك وتمسك في اللسان من تحت. تمسك في اللسان في المنطقه دي. لما حاجه تبقى ليها علاقه باللسان بنسميها جلوسل. يبقى الماسل دي اسمها هايو جلوسس ماسل. ادي اول عضلتين من الخمسه السوبرا هايويد. تعالوا بقى نتكلم عن الاكشن بتاعهم. تفتكروا المايلو هايويد ماسل هتعمل ايه؟ هتشتغل في الاتجاهين. لو انا مثبتها من هنا وخليتها تشتغل من فوق وشدت هتعمل ايه؟ شوفوا كده الاتجاه اللي انا بعمله ده، تفتكروا هتعمل ايه؟ لو اشتغلت كده هتعمل ايه في الفك؟ هي متثبته من تحت وشدت من فوق، يبقى تنزل لي الفك، تفتح الفم، يبقى تعمل لي ديبريشن، تساعد مع العضلات اللي خدناها قبل كده. طب لو العكس بقى، لو انا مثبتها من فوق من هنا وشدتها من تحت هتعمل ايه في الهايويد بون؟ هترفع الهايويد بون لفوق تساعدني برضو في الايه؟ في السوالونج. طيب تعالى على العضله دي اللي هي الهاي جلوسس. الهاي جلوسس بتعمل ايه؟
برضه شغلها من ناحيتين، لو انت مثبتها من المنطقه هنا عند اللسان وخليتها تشد من هنا هترفع الهايويد بون تساعدك في البلع، لو انت مثبتها من تحت وخليتها تشد على اللسان تفتكروا هتعمل ايه في اللسان؟ هتنزل اللسان لتحت كده، يبقى تعمل ايه؟ حركه تنزيل اللسان لتحت دي برضو اسمها ديبريشن اوف ذا تانج، يبقى ده الاكشن بتاعها. تعالوا لي بقى هنا اهوت نشوف اكشن تاني للمايلوهايويد ماسل. تخيل كده اهوت لو انا باكل الاكل هنا اهوت دخلته من هنا والمايلوهايويد ماسل دي مش موجوده، يقوم الاكل ده هيدخل من هنا يقع هنا اهوت يخرج بره تاني. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام يضحك، انا بس عشان اقرب لكم الفكره، هي بتعمل ايه المايلوهايويد؟ اكنها بتعمل لي ارضيه للماوس كافيتي، يعني هي اللي بتعمل الارضيه او الفلور بتاع الماوس كافيتي عشان تعمل سبورت ليه، علشان تعمل سبورت للارضيه بتاعه الماوس. يبقى ده اكشن مهم للمايلوهايويد. تمام، طيب ادي كده اول عضلتين من الخمسه. تعالى بقى نكمل الثلاثه الفاضلين. ها بص لي هنا اهوت، لقيت العضله رقم ثلاثه هي اللي انا بشاور عليها دي. واحد هيقول لي دول عضلتين، لا هي عضله واحده ليها راسين. اسمها ايه العضله دي؟ اسمها دايجاستريك ماسل. دايجاستريك ماسل الراس اللي قدام دي اسمها انتيريور بيلي اوف دايجاستريك، والراس اللي ورا دي اسمها بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، والاثنين بيلز هيتقابلوا في اللون الاخضر ده اللي هو التندون اللي بيربطهم ببعض، والتندون ده هيمسك في الهايويد بون. الانتيريور بيلي ماسكه في الفك، البوستيريور بيلي ماسكه في الماستويد بروسيس، يبقى دي دايجاستريك ماسل، دي العضله الثالثه من الخمسه. طب العضلة الرابعة من الخمسة فين؟ أهي العضلة الرفيعة دي. طب العضلة دي يا شباب هنسميها إيه؟ دي بادئة من الستايلويد بروسيس وماسكة في الهايويد بون، يبقى اسمها ستايلو هايويد ماسل. ستايلو هايويد ماسل، جميل. قلنا لغاية دلوقتي أربع عضلات من الخمسة الصغرى هايويد. تعالوا نقول الأكشن بتاع العضلتين دول. تعالوا نبدأ بالدايجاستريك ماسل. الدايجاستريك ماسل لو الراسين دول مع بعض اشتغلوا في نفس الوقت وشدوا على التندون ده هيعملوا ايه في الهايويد بون تفتكروا؟ لو الراسين اشتغلوا مع بعض الدايجاستريك هيعملوا ايه في الهايويد بون؟ هيعملوا اليفيشن، تمام، نفس الاكشن اللي قلنا عليه، تساعدني في البلع، ترفع الهايويد بون لفوق. طب بص بقى معايا، لو الانتيريور بيلي اشتغلت لوحدها تفتكر هتعمل ايه؟ هتشد على الفك هنا، يبقى هتعمل ايه؟ تعمل ديبريشن اوف ذا ماندبل، تفتح الفك، يبقى دي الدايجاستريك ماسل. طب هات لي بقى الستايلو هايويد ماسل. الستايلو هايويد هتبقى ثابته من هنا وهتشتغل من هنا، يبقى هتعمل ايه في الهايويد بون؟ هو اكشن واحد، هترفع الهايويد بون لفوق برضو اثناء السوالون، نفس الاكشن المكرر معانا. يبقى ادي كده اهوت الاكشن بتاع العضلتين دول. طب انا قلت لكم السوبرا هايويد ماسلز عددهم خمسه، وانا قلت الوقت اربعه. طب العضلة رقم خمسة فين؟ مش باينة ليه؟ العضلة رقم خمسة بتبقى ديب، مستخبية تحت دول كلهم، تحت الأربعة اللي فاتوا. هات بقى إيه السلايد اللي بعديها عشان نحاول نجيب العضلة رقم خمسة. ها، قبل ما أجيب العضلة رقم خمسة، بصوا يا شباب، أدي الأربع عضلات اللي أنا قلتهم مرصوصين مع بعض. العضلة دي هتبقى مايلوهايويد. العضلة اللي وراها دي هتبقى هايوجلوسس. العضله اللي فوقيهم دي هتبقى ستايلو هايويد. العضله اللي ليها راسين فوقيهم دي هتبقى دايجاستريك. العضله الخامسه هتبقى مستخبيه تحت الاربعه دول. نجيب بقى العضله الخامسه زي ما قلنا اهي، بص كده، ادي الفك اهو مكسور، ورا الفك هنا في اللسان، وتحت هنا ادي الهايويد بون في الرقبه. مالكوش دعوة بالعضلات دي، أنا اللي عايزها رقم خمسة اللي هي العضلة دي، بص ماسكة من فين لفين؟ ماسكة من الفك من الداخل نازلة تمسك في الهايويد بون. اسمها إيه الماسل دي؟ اسمها جينيو هايويد ماسل. جينيو هايويد ماسل، ليه جينيو؟ عشان بتمسك في الفك من جوه في منطقة اسمها جينيال تيوبريكل. مش أنتوا خدتوا الماندبل وعرفتوا الجينيال تيوبريكل دي أو شفتوها؟ خدتوها ولا لا الجينيال تيوبريكل؟ تمام، يبقى العضلة دي ماسكة هنا اهوت في الجينيال تيوب ونازلة تحت تمسك في الهايويد بون، يبقى اسمها جينيو هايويد ماسل. طب تفتكر الجينيو هايويد ماسل دي لو اشتغلت هتعمل ايه؟ حاجة من الاتنين،
يا تشتغل من هنا يا تشتغل من هنا. لو اتثبتت من هنا وشدت هنا هتنزل لي الفك لتحت، يبقى تعملي ديبريشن اوف ذا ماندول. لو اتثبتت من هنا وشدت من تحت هترفع لي الهايويد بون لفوق، تعمل لي اليفيشن اوف هايويد بون. هو نفس الاكشنز، العضلات بتأدي كلها نفس الفكره تقريبا، بس انت تخيل بتتحرك منين وانت هتجيب الاكشن بتاعها. ادي صوره بقى بتجمع لي شكل العضلات كلها مع بعضها. انا كده قلت اساميهم، ما عليهاش لا اوريجن ولا انسرشن، قلت الاكشن بتاعهم. يبقى فاضل لي حاجه واحده بس واخلص محاضره النهارده. ايه هي؟ النيرف سبلاي بتاع العضلات دي. بصوا هنا يا شباب معايا، مين المصل اللي انا بشاور عليها دي؟ مين دي؟ دي الدايجستريك مصل. ومين دي؟ دي تفتكروا مين العضله اللي مستخبيه تحتيهم هنا في الفراغ الابيض ده؟ هتبقى مين؟ هتبقى مايلو هايويد مصل، بس انا مش راسمها دلوقتي. طب بص معايا، الكلام ده انا قلته قبل كده. عندي عصب موجود في المنطقة دي نازل ناحية الفك اسمه مانديبولار نيرف. حد فاكر المانديبولار نيرف ده بيجي من انهي كرانيال نيرف؟ من الترايجيمينال اللي هو 5. يقوم المانديبولار نيرف ده يطلع منه فرع، شايفين الفرع ده؟ ينزل لتحت علشان يدي الدايجستريك ماسل، يدي الانتيريور بيلي اوف دايجستريك. اسمه ايه النيرف ده؟ اسمه نيرف 2 مايلو هايويد. طب هو ليه اسمه نيرف 2 مايلو هايويد؟ عشان بيدي كمان المايلو هايويد اللي هنا. يبقى النيرف 2 مايلو هايويد اللي جاي من المانديبولار نيرف من الترايجيمينال نيرف بيدي حاجتين، بيدي المايلو هايويد ماسل وبيدي الانتيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل. طيب بص لي هنا من ورا، دي الماستويد بروسيس يا شباب. بيطلع من هنا عصب اسمه فيشيال نيرف طالع من السكال. حد عارف الفيشيال نيرف ده كرينيال رقم كام؟ 7. تمام. بص بقى، الفيشيال نيرف هيطلع منه هنا مجموعه من الفروع، فرع يدي الستايلو هايويد وفرع يدي البوستيريور بيلي اوف دايجستريك. يبقى لو سالتك مين اللي بيدي البوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل، تقول لي فيشيال نيرف. مين اللي بيدي الستايلو هايويد ماسل؟ برضه الفيشيال نيرف. نطلع هنا بمعلومه مهمه قوي، ان الدايجستريك ماسل هي عضله واحده ليها راسين، بس كل راس واخده من كرينيال نيرف مختلف. الانتيريور بيلي هتاخد من الترايجيمينال نيرف، والبوستيريور بيلي هتاخد منين؟ من الفيشيال نيرف. يبقى ادي كده اهوت النيرف سبلاي بتاع العضلات بتاعتنا النهارده. قلنا النيرف سبلاي بتاع المايلو هايويد، قلنا النيرف سبلاي بتاع الدايجستريك، قلنا النيرف سبلاي بتاع الستايلو هايويد. فاضل بس عضلتين، الهايوجلوسس والجينيو هايويد. الهايوجلوسس يا شباب بتاخد من عصب اسمه هايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 12. اي عضله ليها علاقه باللسان مكتوب فيها كلمه جلوسس هتاخد من الهايبوجلوسال نيرف اللي هو رقم 12. اما العضله الاخيره اللي هي الجينيو هايويد، اخر واحده خدناها، دي بتاخد من نيرف اسمه نيرف 2 جينيو هايويد. والنيرف 2 جينيو هايويد ده برضو جاي من C1 فايبرز. يعني انا عندي عضلتين النهارده بياخدوا من C1 فايبرز. واحده اسمها ثايرو هايويد كانت في الانفرا هايويد ماسلز خدناها، واحده دلوقتي في السوبرا هايويد ماسلز اسمها جينيو هايويد. الاثنين بياخدوا من C1 فايبرز، بس كل واحده بتاخد بعصب على اسمها. ثايرو هايويد بتاخد من عصب اسمه نيرف 2 ثايرو هايويد، وجينيو هايويد بتاخد من عصب اسمه ايه؟ نيرف 2 جينيو هايويد. تمام كده، الحمد لله الجزء الاولاني بتاعنا النهارده خلص، الجزء النظري، ونكمل بقى بكره ان شاء الله. تمام يا شباب.